الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم أسألك أن تحيي قلبي بالحسين الوجيه عليه السلام، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلوم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما للهموم تراك ميد بفؤادي أضعون من أهوى حدايا الحادي، وديارهم 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 أضحيت غواسق بعدما كانت شوارق من سناها الوادي حيران خران الحشا من فادح قد هد للأطوادي زين العباد ومن دعي بين الورى بالسيد السجاد وحجة الله وحجة الله ارتضاه لخلقه وأبو الأئمة علة الإيجاد، ومن الذي عاشت من أيل أكف أهل الورى
من عاقب أو بادي وينير الأقوات لا يدرون من أي بيت قد أتيت أو نادي حتى سقطت السم آل أمية فمضى سميم الضغن وأحقادي لم يكفهم ما جرعوه بكربلاء لم يكفهم ما جرعوه بكربلاء من محنة فدت للأكباد قد أعولت أملاكها لمصابي وتبدلت تسبيح بتعدادي قعدي يا زهراء غمض السجاد عينه وحدك بنحبة ولا أنت حاضرين قد يا زهر غمض عيونه السجاد من عظم سم يا بتول داب لفا ومن بعد عين ضائعه هاتك الاولى والليل يتم ضايع من بعد عينه موت مثل موت الحسن مسموم جعده والسم يا زهر سطاب قلبه وكبده الله يعين ابن محمد عقب فقده يجذب الون ويسفي جيش مال بيمين أرض المدينة من بعد عينه بوحشة ويا مصيبة يوم شاله فوق نعشة والناس خلف العيش تصارخ بدهشة كل من اجر ونه ويهل دموع عينه على السجاد شاله فوق شيا والنعش محمول على أعناق الأرجاء لكن أبو حسين ضل بحر الرماء محزوز راسه وبالدموع مغسلينه لكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناد يوم القيامة ليقوم زين العابدين فلا يقوم أحد من الناس إلا علي بن الحسين لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثانية يغفر الله لك. لصاحبي هذا اليوم الثالث بأعلى أصواتكم. وارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. مولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه تحرك وعمل وتفاعل وأدى رسالة ربه في زمن الحظر والمنع. من المتبادر لذهن الإنسان حينما جمنع يعتكف لا يتفاعل مع الواجبات والأمور الحياتية إلا في نطاقها الخاص جدا، ومن يلحظ الظرف الذي مر به مولاي زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يجد أن هذه القضية واضحة كوضوح الشمس بعد كربلاء. بعد مقتل الحسين صلوات الله عليه وعلى أصحابه مولانا زين العباد عليه السلام منع من الحديث ومنع من التعليم ومنع من التدريس ومنع من الصلاة جمعة وجماعة ومنع من الخطاب. هذا الظرف الذي كان فيه مولانا زين العابدين عليه السلام، ممنوع أن يصلي جماعة، ممنوع أن يصلي جمعة، ممنوع أن يخطب في الناس أو يتحدث مع الناس. اقرأ حياة الإمام زين العابدين تجد هذا. ونحن نعرف أن زين العابدين هو محمل برسالة، علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى عن طريق جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يؤدي هذه الرسالة؟ كيف يتفاعل مع هذه الرسالة؟ يمكن أي إنسان آخر يقول والله أنا الحين ساقط عني بعد المسؤولية، ظرفي ما يساعدني، ممنوع علي أحكي، ممنوع علي أصلي، ممنوع علي أخطب، ممنوع علي أدرس، ما أقدر. والله عز وجل يقبل الأعذار أيضا معاه ومع غيره، مو بس مع الإنسان العادي، حتى مع أيضا شنو الأوصياء والأولياء والأنبياء. لكن هؤلاء الأنبياء والأوصياء والأولياء زين
ما يقيدهم الظرف الزماني ولا الظرف المكان، ما يقيدهم، وإنما يسعون لتأدية رسالة الله عز وجل بالأسلوب الذي يوصل ما يريدون إيصاله إلى الناس. وأكو تكتيكات وأكو أساليب وأكو طرق وأكو أكو، لكن لمن يريد أن يعمل، أما الذي ما يريد يعمل يبحث عن شنو؟ يقول والله أنا ما لذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذه القدرة الموجودة عند هؤلاء قدرة فائقة، يتغلبون على الظرف الزماني، الظرف المكاني، الظرف القانوني، أي بأي طريقة من الطرق يوصلون ما يريدون إيصاله إلى الناس، إلا بحيث أن هذه الطريقة لا تؤذي الطرف الآخر وتوصل الرسالة إلى شنو؟ إلى الناس. وهذا ما عمل عليه مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، حتى هو قال لبعض أصحابي في زماني يكون ممنوع علي أن أحكي، ولكن في زمان ولدي الباقر تنفتح الدنيا له. أنا دام أيضا النظرة المستقبلية موجودة، بس أنا في زماني أيضا أجلس بالبيت، أترك المجتمع، يعني أتخلى عن مسؤولية؟ لا. لذلك اتخذ الأساليب التي فيها قول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، لأن ذولا يستمدون أساليبهم وطرقهم وثقافتهم من وين؟ من القرآن، مو خاضع للهوى، مو خاضع للحماسة والتفاعل الآني، لا لا لا، وإنما يستمد ذلك الهدف والأسلوب والطريقة كلها يأخذها من القرآن، لأنه متربي ومتعلم على شنو؟ على القرآن، مو الجنب العاطفية والحماسية هي التي تدفعه، وإنما الذي يدفعه قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه شنو؟ ولي حميم. هذا منطلق مالهم. مع تلك الخادمة تسقط الإبريق على يده أو على جبهته فتشج جبهته، تنظر إليه لا خزر عليها ولا دب عليها حجايمي حلوة ولا قال لها شيء، هي أيضا متعلمة من بيت الإمام زين العابدين، ثقافة القرآن، قالت رأسا ها والكاظمين الغيظ. احنا منش نقول سامحني نروح على الطريقة العادية، بينما عندنا ثقافة القرآن، بس ما جايين نتعامل نفعل هاي الطريقة وهاي الألفاظ وهاي الأساليب القرآنية مع أنفسنا بفرضية إن واحد إذا أساء يقول سامحني، بينما تشوف هناك لا، طريقة ثانية، والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك، قالت الله يحب المحسنين، قال لها أنت حرة الوجه. هذا هو ثقافة الله عز وجل في أكله، في شربه، في قيامه، في قعوده، في سلامه على الناس، في ترحيبه بالناس، في دخوله إلى البيت، في خروجه من البيت، في مشيه في الشارع، في بيعه، في شرائه، في نكاحه، في كل شيء، كلها شنو؟ ثقافة قرآنية ضبط. لذلك شوف المنهجية القرآنية حينما تكون حاضرة في المجتمع يكون المجتمع شيء آخر.
زين خلينا نجي على السريع حتى ما نطول عليك، والعصرية ما في زين، وانت ايضا مرتبط باشياء اخرى مواعيد وهالقبيل، بس اجي لك سريعا بدون تفصيلات زايدة مع الاساليب التي عمل عليها مولانا الامام زين العباد سلام الله عليه في ايصال رسالة ربه، في ايصال رسالة الله سبحانه وتعالى مع ظرف المنع وزمن المنع. زين شلون وصلها؟ سووا متفجرات هالشكل، حمل سيفه سيارات مفخخه، زين اما صير وياي والله اجيب لكم مفخخه، هذا هو لا 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 ما عاد مشكل، ما عاد مشكل. إمام السجاد يقول لو ائتمنني، الله أكبر، لو ائتمنني قاتل أبي سيفه لأرجعته إليه. من قاتل أبوه؟ أكو واحد بعد يفتح عين في الشمر لعنة الله عليه. زين لكن يقول إمام السجاد لو هذا الرجل قاتل أبي يجيب سيفه اللي قتل به أبي الحسين وحز نحره وقال لي تعال هذا أمانة عندك، شوف هالفرضية هذه، قال هذه أمانة عندك أخليها أمانة إذا إجا أرجح إليه. من عنده هالروح، هالروح الكبيرة إذا منه ما أعتقد فيه، كان موجودة عند الإمام الحجة سلام الله عليه، عند إمام الحجة موجودة، لأن هذا منهجهم كلهم منهجهم إناء واحد ماء واحد زي ما مختلط، لا نظيف نقي. زي إمام السجاد سلام الله عليه عمل على إيصال وتعريف الناس وتعليم الناس الحقوق والواجبات، وعندك رسالة الحقوق الموجودة للإمام زين العابدين مظهر واضح من المظاهر التي عامل عليها الإمام السجاد في إيجادها في المجتمع. اقرأها الآن شبابنا، تعالوا اقرأوا هذه رسالة الإمام زين العابدين، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين. الإمام السجاد سلام الله عليه أيضا في زمن المانع ممنوع، قلت لك أنا ممنوع عليه يحكي، ممنوع عليه يخطب، ممنوع عليه يصلي صلاة جمعة جماعة، ممنوع عليه يقيم عزاء على أبيه الحسين، ممنوع كل شيء ممنوع، ما قدر الإمام في فترة اللي حياته كانت كلها ممنوع. قام الإمام السجاد سلام الله عليه وعمل على ربط الناس بالله وأحياء ضمير الناس، لأن ضمير الإنسان في ذلك العصر مات، مثل ما أنت الآن تشوف بعض الضمائر الميتة يجي يفقق نفسه ويروح على تشييع جنازة، شو هالضمير الميت؟ أمس جنازة بالعراق مسكين رايحين يشيعون جنازة، راح مبخن 25 قتيل، شال بشر دول بعد يقول عليهم بشر؟ لا دول خارجي عن إنسانية، زين لأن دول ما يعرف الله، ما عنده ضمير، ضميره ميت منتهي، تشوفوا جسد يتحرك يأكل ويشرب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. زين على الأقل الأنعام ينتفع منها وهذا لا ينتفع منه شيء. زين ربط الإنسان بالله عن طريق الصلاة عن طريق الدعاء، وعندنا سمي زين العباد زين العابدين، وينادي منادي رسول الله يقول ينادي منادي يوم القيامة ليقوم زين العابدين فلا يقوم أحدا من الناس إلا علي بن الحسين.
يعني هناك في المحشر موجود أنبياء، موجود أوصياء، موجود أتقياء، موجود ورعين، ولكن كلهم ما أحد يقوم منهم إلا زين العابدين، مع أنه هناك كلام. يجي رجل وشوية يحكي الإمام زين العابدين حول عبادته الزايدة طول سجوده، يقول في الرواية يفتح له كتاب، هذا الكتاب فيه زين كلام عن صلاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول له أين صلاتي من صلاة جدي علي بن أبي طالب؟ يعني صلاتي في مقابل صلاة جدي علي بن أبي طالب شنو؟ أعتبر لا شيء. يريد يربط الإنسان بالصلاة، لأن الصلاة هي اللي تربي الإنسان، هي اللي تربطه بالله عز وجل، هي اللي تخليه إنسان، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هو إذا جاء للصلاة بكل إخلاص ونية صادقة بمباشرة يتأثر بها، يتأثر عليه. وربط أيضا الإنسان بالله عز وجل وإحياء ضميره عن طريق الدعاء. وعندك الصحيفة السجادية موجودة، أكو بيت من بيوتنا ما فيه موجودة الصحيفة السجادية؟ إذا أكو بيت هذا اشتباه من الأب، لازم يروح يشتري الصحيفة السجادية يجيبها بيته، خلي أولادي يقرؤوها، كلها أدعية تربوية فيها مضامين عالية، ها؟ تربي الإنسان، تجعل الإنسان إنسان حق. وهي كما يعبر عنها أهل البيت زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثانية يغفر الله لكم. لصاحب هذا اليوم الثالثة بأعلى أصواتكم. الأمر الآخر أيضا، مولانا الإمام السجاد مع الإساءات التي أسيئت إليه، وأكو إمام من الأئمة أسيء إليه أكثر مما أسيء إلى الإمام زين العابدين، وجود، لكن الإمام زين العابدين تميز. هذا الإمام المعصوم، هذا الوجيه، يؤخذ من بلد إلى بلد، والجامعة في عنقه، والكل يجي يتفرج عليه، اللي يضحك واللي يرقص واللي يطلق واللي واللي، ها هذه ترى كبيرة، ها الأسير، ها بين الناس وقاد ذليلا. الله، مولانا الإمام زين العابدين، ويعرف الأشخاص كلهم، كلهم يعرفهم، اللي أساءوا إليه واللي أساءوا إلى أبوه واللي أساءوا إلى جدته واللي أساءوا إلى جده، كلهم يعرفهم واحد واحد زين. لكن تعال شوفوا إياه شلون المعاملة الراقية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. تعال شوف زين، يوم ثار أهل المدينة على بني أمية، جماعة المنتسبين إلى بني أمية أرادوا يطلعون زين، من ضمنهم مروان بن الحكم طريد رسول الله، معروف الرجل ممن حرض على الحسين، أول من حرض على الحسين هو هذا الرجل، معروف يعني بإساءاته ليس إلى الحسين بل إلى الحسن وإلى أمير المؤمنين وحتى إلى رسول الله، حتى قال طرده رسول الله من المدينة، يسمي طريد رسول الله، طاردنها الرسول. الحين أصبح من المقربين طبعا. أراد يودي زوجته وأولاده إلى ناس أصدقاء ماله، حتى هو يريد يطلع على الشام لأنه مطلوب، وأكو حركة في المدينة وضالين يتابعون جماعة بني أمية. وين يوديه؟ راح إلى صديق اللي يسامر وياه بالليل، ما قبل منه، قال لا ما أقدر سامحني. راح إلى الثاني، ما قبل من عنده،
قال لي واحد أينك عن علي بن الحسين؟ روح له. فعلا راح له. طرق الباب دخل عليه طلع إليه مولانا الإمام زين العابدين سلم عليه رد عليه السلام. قال أنا أريد أخلي زوجتي وأولادي عندك أمان وأنا أريد أطلع إلى الشام يمكن؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تعال ما خلاهم بالمدينة خوفا عليهم. يمكن واحد متحمس أثناء الحركة والثورة يمكن يسبب لهم أذية. طلعهم إلى بستان من بساتين الإمام زين وداهم هناك وخلاهم قاعدين مستانسين في أمن وأمان. حتى زوجة مروان سألوها أي بيت أفضل بيته زوجك أم بيته علي بن الحسين؟ فقالت إني لم أجد بيتا كبيت علي بن الحسين. في شو هاي الروح الإيمانية هذه؟ هذا هو هذا هو أهل البيت يعطون في مقابل الإساءة إحسان. بعد فإذا مع الظروف ومع الضغط الإمام ما تخلى عن أخلاقياتي والفضائل ها والأساليب في الآداب وتعامل مع الناس على سواء حد سواء نفس الشيء صغير كبير مرأة رجل صديق عدو نفس الشيء. هذا هو منهج أهل البيت. ومن ضمن أيضا ما عمل عليه مولانا الإمام السجاد في زمن المنع هو إيصال ما حدث في كربلاء والتحدث بأساليبه المختلفة ويا الجذاب ويا القصاب ويا الغريب ها كلكم انتم عارفين هذه ها جعلت الإمام زين العابدين عليه السلام يوصل. ممنوع عليه يحكي عن كربلاء ما جرى على أبيه الحسين ممنوع ما يقدر يحكي لكن بإمكانه أن يوصل رسالة أبيه الحسين للناس ها بأساليبه الراقية. لذلك أنت الآن تسمع عن ذاك الغريب الذي التقى وياه الإمام زين العابدين بالمدينة ويدور محادثة بينهم. يسأل الإمام سلام الله عليه في آخر الحديث يقول لي أنت غريب؟ قال لي إيه نعم. قال لي لو نزل بك الحق وهو الموت ها لأن الموت حق ما شكه زين. قال أنا في بلد مسلم وغسل وكفل وحنط وصلى علي وارى زين. هنا مولانا الإمام زين العابدين يختنق بعبرته زين فيتوجه مباشرة إلى وين؟ إلى كربلاء ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله. ثم يقول لقد بقي أبي الحسين 3 أيام بلا غسل ولا كفن تصهره الشمس. وصل رسالة لما وصل وصل رسالة. لذلك الإمام هكذا كان منهجه وهذه كانت طريقته. وأنت أيضا في أي حالة من الحالات بإمكانك أن تستخدم الأسلوب الراقي الأفضل والأحسن والذي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى لإيصال الرسالة. مولانا زين العابدين سلام الله عليه يوصل مع عماته أخواته إلى الشام وهي أيامهم أيامهم في الشام. هذه الأيام بعدهم سائرين إلى الشام. وحتى حينما يسأل عنها مولانا الإمام زين العابدين أي مكان أصعب عليه يقول الشام. سبحان الله شو سوت بقلب الماء أثرت كثير. هذا سهل بن سهل ساعدي هذا جاي إلى الشام عندي يريد يقضي دين كذا غيره. فيشوف الناس قاعدين أكو بعضهم يبكي بعضهم يضحك بعضهم كذا. شاف مجموعة قاعدين فيما بينهم يتكلمون يتحادثون زين ويسمع كل واحد يهنئ الثاني عيدك مبارك أيامك سعيدة ايش صاير أكو عيد احنا ما نعرفه. إجا يمهم سألهم ألكم عيد لا نعرفه؟ قالوا نراك غريبا. قال نعم أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. فقالوا له ألا تعجب يا سهل
أن السماء تنطبق على الأرض والأرض تسيخ بأهلها. قال ولماذا؟ قال الآن. قالوا له الآن يدخلون برأس الحسين إلى الشام. عجيب، بلد مسلم ويعرفون الحسين. يقول أنا جيت وقفت عن باب الساعات وإذا بي أرى الرايات تتلو بعضها بعضا، ورؤوس وشالات على الرماح ونساء على نياق عجيف. زين، تقدمت إلى أولاهن سألتها بعد السلام، ردت علي السلام، قالت أني سكينة بنت الحسين، ضرب على رأس الحسين. ثم راح للثانية أم كلثوم، ثم سأل عن زينب. زينب أيضا حدت وين؟ على مولاي زين العابدين، إجا يم الإمام زين العابدين سلم عليه. زين سلم عليه، رد عليه السلام. ترى أول مرة بعد ما طلع من كربلاء والكوفة وجشم، أول مرة واحد يسلم عليه. سلم عليه من؟ قال أنا سهل ابن سعد الساعدي. سيدي لك حاجة؟ قال بلى. قال عندك ثوب زيادة؟ قال وما تصنع بها سيدي؟ قال أضعها تحت الجامعة فإن الجامعة قد أكلت من لحمي. يقول أخذ عمامته وعطاها إياه، فعلا رفع الإمام الجامعة وإذا بالدماء تسيل من رقبته على صدره. يؤلم أحداث كربلاء، مصائب كربلاء. كيف الإمام يتهنى بشراب وطعام وبالحالة هذه يتذكرها كل لحظة وكل دقيقة؟ زين، يمر عليه واحد من الشاميين أيضا ثقافة ضعيفة، يقول الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم ونصر الأمير يزيد عليكم. يلتفت إليه مولاي الإمام السجاد، يقول له هل قرأت القرآن؟ قال بلى. زين، قال له ألم تقرأ قوله تعالى في هذه الآية، آية القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال نحن القربى يا شيخ. وين رايح أنت؟ احنا القربى. قال أنتم؟ قال نعم، وحق جدي رسول الله. يوم اتضحت إليه المسألة وإذا به يأخذ حجرا ويضرب رأسه ويجي يعتذر عند الإمام المعذرة إلى الله وإليك سيدي. موقف من مواقف التي حصلت أيضا في الشام، وهذه بغية الأخوة أن اليوم نتحدث عن زين العباد عليه السلام في الشام. زين، يا يوم أرادوا أن يدخلوهم إلى مجلس يزيد، هذا موقف جدا صعب جدا صعب. زين، أمر يزيد بأن يوضع الحبال، ها، وجو يريدون يربطون الحبال بزينب والنساء. قال إمام زين العابدين لا، ماكو أجنبي جيس وحلوية، خلوني أنا ويا عماتي. وفعلا وضع الإمام الأقياد القيد في أيدي النساء والأطفال. زين وآخر هو بداية بزينب وآخر بإمام زين العابدين، يدخلون بالحالة هذه وثلاث ساعات موقفينهم على باب قصر يزيد. ثلاث ساعات، كل من أجل الذلة، كل من أجل التحقير. دخلوا على يزيد، نظر مولاي زين العابدين، قال يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رأنا على هذه الحالة؟ لذلك أمر بالحبال فقطعت. يريد إمعان في إيذاء أهل البيت. كان بقربه رأس الحسين وقد وضع في الطشت، أراد أن يحرق قلب زينب. ماذا صنع عند عصات غيزران؟
أخذ الرأس ثم أخذ ينكث ثنايا بعبد الله. زينب عليه السلام نظرت إلى هذا المشي الصاح اتراسك يا أخوي حين شفته يا والله تلعب عصا يزيد على شفته ذاك الوجه وذاك الوقت وجهي لطمته وصديت لبحرقة ونديت شلت يمينك ضربت مولانا زين العابدين عليه السلام أخذ فرصة أيضا لما أمر يزيد اللعين بأن يصعد أحد الوعاظ وأننا من الحسين التفت زين العابدين عليه السلام قائلا لذلك الخطيب لقد ارتضيت رضا المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار يزيد تأذن لي أن أصعد هذه الأعواد أقول قولا لله فيه رضا وللناس فيه نفع وفائدة امتنع يزيد أصر عليه من كان حاضرا ما يحسن هذا من الكلام شاب ضعيف ومريض هاو أسير يقدر يحكي قال لهم هذا إن صعد المنبر فإنه لن ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل بني أمية أصر عليه لذلك أذن له صعد المنبر حمد الله أثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم أخذ يتحدث ويعرف نفسه فيما قال أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من حمل على المراقب الهوايا إلى أن قال أنا وأنا حتى وصل إلى أن قال أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن الظمآن حتى قضى ضج المجلس بالبكاء والنحيب أراد يزيد أن يقطع كلام الإمام أمر المؤذن أن يؤذن صعد على المذن رفع صوته بالأذان قائلا الله أكبر رد الإمام بكلمات جميلة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها لحمي وعظمي وشعري ثم قال أشهد أن محمد رسول الله التفت الإمام إلى يزيد قال يا يزيد محمد هذا جدك أم جدي هذا ما جرى على مولاي زين العابدين بعد وفاة أخته رقية صدعت قلبه هدت أركانه مع هذا كله لم يكتفوا وما جرعوا بكربلاء من فادح قد بدل الأكباد هي أيضا سقوه السم في مثل هذا اليوم كأني به وهو على فراش المرض يتقلب يمينا وشمالا من حرارة السم يرفع رجلا ويضع أخرى يبسط يدا ويقبض أخرى حتى حان حينه واقترب رحيله وإنما هم حوله وإذا بي قد عرق جبينه وسكن أنينه مدد رجليه أسبل يديه غمض عينيه قرأ سورة ياسين فلما خدمها فاضت روحه المقدسة أين المنادي وأعليا
وسيدا ومصيبة سمع أهل المدينة، فكان كاليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا فارق أبو محمد هاد الدنيا ومات مسموع، وما جت الروضة بالقبور والدين مهدو، شمار ابو جعفر عنار دانا يغسله خلاه فوق المغتسل والدمع هلا، قال له يا شبل حسين يا ريس الملة باقي أثر الجامعة برقبتك لليوم، وضجت فرد ضج المدينة والعرش ما والأرض كلها تموج لمصيبة السجاء، ومروا على الروضة على جاري المعتاء، ولا البتولة بالقبور تندب يا مهضوم مسموم، يا ابن حسين كبدك كبدك قطعوها، والايتام يا ابني والارامل والارامل ضيعوها، يا شايلين جنازة بالله اطرحوها، ولادي دفنوا بين مذبوح ومسموم، مالي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت لمحنة السجاد ضام الحشا يشكو على عار المطايا، ثقل الحديد ونهبة الأقتاد ويصيح وأذ الله. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا، اللهم اغني كل فقير شافي كل مريض فك كل أسير، اللهم وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اقض عنا الدين وعننا من الفقر، اللهم ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، عافنا واعف عنا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحم علماءنا الماضين، أجد الباقين العاملين، المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم ومن يلوذ بهم، المؤسسون تقبل أعمالهم وضعهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، وإلى روح موتاهم.